السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة. بعد شهداء وجرحى البيجر وسلسلة الاغتيالات والقصف المستمر على الجنوب اللبناني منذ معركة طوفان الأقصى وبداية هذه المعركة، وبعد العمل والعزيمة المستمرة من قبل أبناء حزب الله وتأديب الكيان الصهيوني بأكثر من مناسبة بعشرات الصواريخ والمسيرات، ها هو الكيان اليوم يرتكب مجزرة جديدة بحق أبناء الجنوب اللبناني، ويسجل إحصائية أولية بعدد شهداء تجاوز 274 شهيداً ومئات الجرحى ومئات الآلاف من النازحين. لكن كما قال السيد حسن نصر الله، الحرب سجال. رحب بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ونرحب كذلك بضيوفنا الأكارم بالاستوديو، الأستاذ صباح العقيلي عضو شبكة الهدف، عضو مركز الهدف عفوا للتحليل الاستراتيجي، وينضم لنا عبر سكايب الأستاذ سمير شوهاني من طهران. حياك الله أستاذ صباح، وبداية نتساءل عن الأوضاع الحالية في الجنوب اللبناني ورؤيتك وتعليقك على تسارع الأحداث في منطقة الجنوب وتسارع عمليات القصف، وإحنا في البث المباشر ونسمع أن الغارات مستمرة وأعداد الشهداء تتزايد. الإحصائية الأخيرة مثل ما ذكرنا 274 شهيد، حاليا ممكن أنه العدد زاد، فبالتالي هذه الأحداث شلون ممكن تلخص لنا إياها برؤيتك الخاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللقناة ومشاهدي الأيام. يعني بلا شك يعني علينا أن نرجع قليلا مع خطبة النائب قائد حزب الله سيد نعيم قاسم في كلمة عند تأبين الشهداء، وقال قد بدأنا في عمليات الحساب المفتوح، وهذا دليل بأنه الآن دائرة المواجهة مع الكيان الصهيوني بدأت اليوم، فبالتالي بعد عملية استهداف قاعدة رامات وكذلك استهداف قاعدة أخرى قاعدة رافائيل، أعتقد من أكبر القواعد المتواجدة في شمال الكيان الصهيوني هي ثلاث قواعد، لعله القاعدتين الأكبر الأكثر أهمية، وهذه الأكثر أهمية. يعني قاعدة رامات هي قاعدة كبيرة مساحتها 4 كيلومتر، هذه تحوي عبارة عن مطار مدرج للطائرات F-16 والF-35 بالإضافة إلى أطلاق طائرات المسيرة. بكل الأحوال نحن الآن قد بدأنا في الحرب الحقيقية، وهذا يعني هنالك يعني تقارير من قبل قادة عسكريين من جانب الصهيوني يعني وليس اللبناني، بأن حزب الله فيما سبق كان يستخدم الأسلحة القديمة، بعد فادي 1 وفادي 2 يعني بدأت الحرب الحقيقية أو المواجهة أو كشف حزب الله إمكانيته الصاروخية من خلال استخدام صواريخ البعيدة والمتوسطة المدى. إذن الآن عندما يقول الشيخ نعيم قاسم بدأت هذا الحساب المفتوح، يعني هذا نفهم أنه المعركة راح تأخذ مساحات أوسع، إحنا داخلين على حرب شاملة مع الكيان الصهيوني. يعني لحد الآن قد يكون يعني الجانبين ليس لهم نوايا في قضية المواجهة المباشرة، قد تكون هنالك أسباب لقبل الكيان الصهيوني، هو يعني الجيش متضعضع، يعني أرهق الجيش بشكل كبير جدا بمواجهات غزة وما حدث من خسائر فادحة، يعني على المستوى الواقعي بغض النظر عن وجود تعتيم إعلامي من قبل حكومة نتنياهو، لكن الواقع يثبت بأن هنالك خسائر فادحة وكبيرة في جيش الكيان الإسرائيلي. هنالك هجرة عكسية، يعني هنالك يعني إحصائية وصل بين 55,000 إحصائيات على المستوى العسكري الميداني الاجتماعي الداخلي. فأنا أعتقد الآن الكيان الصهيوني هو يعاني من مشاكل داخلية كبيرة، يحاول يصنع نصر وهمي في الجنوب اللبناني في شمال الكيان، يعني أعتقد بأن هو الهروب إلى الأمام هو التغطية على فشله في غزة الذي لم يستطع حقيقة أن يكسر إرادة حماس، ولحد الآن يعني ما يمتلك من الإمكانيات والدعم الأمريكي الأوروبي
بشتى الأسلحة، ما قدر يحقق أي هدف، لكن لم يستطع أن ينجز منجزا واحدا قبل معركة طوفان ممكن نتحدث به. نعم فعلا، وهذا ما دفع بأنه يفتح جبهة مواجهة مع حزب الله. طيب أنا أعتقد كانت المعادلة متوازنة في وقتها. جيد، الآن هذه بعد أجهزة البيجة والخسائر أعتقد الآن بدأت المواجهة الحقيقية. طيب نعم. رحب بك مرة ثانية أستاذ سمير، تنضمنا عبر سكايب من طهران، ونتساءل بداية إلى ماذا يسعى الكيان الصهيوني بعد هذه العمليات وهذه السلسلة من الغارات والعشرات من الشهداء والجرحى والنازحين في هذه المنطقة؟ بداية تحية لك ولضيفك الكريم ولمشاهدين الكرام. فيما يتعلق بالغارات الهستيرية حقيقة الذي يشنها الكيان الإسرائيلي منذ الصباح الباكر، كانت هناك تمهيدات لهذه العملية. اولا موضوع قضيه التفجيرات التي استهدفت اجهزه النداء او البيجر، وثانيا موضوع اللاسلكي. الكيان الاسرائيلي كان يتوقع ويتصور بانه باستهداف اجهزه الاتصالات واللاسلكي سيضع حزب الله في حيره من امره ويحصل هناك تشتت في القياده. وهذه الغارات التي حدثت اليوم تأتي في هذا الإطار وفي هذا التصور الذي بناه الكيان الإسرائيلي. يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن المواجهة بين حزب الله والكيان الإسرائيلي بدأت فيما يتعلق بطوفان الأقصى، بدأت في الثامن من أكتوبر، يعني بعد يوم من السابع من أكتوبر حزب الله دخل المعركة لإشغال الكيان الإسرائيلي أولاً وثانياً إسناداً للمقاومين في قطاع غزة. ولكن ما حصل خلال الأيام الماضية وخاصة ما حصل اليوم يبدو بأنه إذاناً بتغيير قواعد. نعم نعم أستاذ سمير، نرجع لك مرة ثانية إن شاء الله. أستاذ صباح، بعد هذا طرح لي أستاذ سمير، بالتالي كل ما مضى هو محاولات من الكيان، نقدر نوصفها بمحاولات فاشلة لإضعاف حزب الله، خصوصا بعد الرد الأخير وإصابة هذه القواعد المهمة اللي أشرت لها، مصانع رافائيل وقاعدة رامات ديفيد. يعني أعتقد هذه العمليات من قبل الكيان الصهيوني هي عملية تغطية وسحب الرأي العام الضاغط على نتنياهو على مجلس الحرب الذي شكله. فبالتالي يعني كل الخبراء الأمنيين يعني يطرحون دائما حتى من قبل القادة العسكريين في الكيان الصهيوني بأن قضية القصف هي لا تحسم معركة. نعم قد يكون بأن هنالك قدرة أكبر وإمكانيات يمتلكها الكيان الصهيوني فيما يخص السلاح الجو، لكن هل يستطيع أن يحسم المعركة إلى جانبي؟ قطعا لا يستطيع. وبالتالي أنا أعتقد هذه الاستهدافات هي محاولة. يعني هنالك كلام طبعا، وهذا الكلام هو بعيد عن الواقع، بأن إبعاد حزب الله أو عزله عن معركة غزة أو تغيير خيارات حزب الله فيما يخص مواقفه. يعني مثل ما تعرف بأنه مع بداية طوفان الأقصى كانت هنالك عمليات من قبل حزب الله، وهو يعلن بشكل واضح بأنه هذه الجبهة التي فتحت في شمال الكيان الصهيوني هي جبهة إسناد للمقاومين. وطرح السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير ووضعهم أمام معادلة، يا إما إيقاف الحرب والعدوان والجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وإما حقيقة لا يجدون هنالك سلام في هذه المنطقة. يعني بالمناسبة يعني الآن دائرة، عندما نتحدث بأن دائرة المواجهة قد توسعت، يعني نتنياهو وعد مستوطني الشمال اللي عددهم 250 ألف بعودتهم إلى الشمال. الآن بعد هذه العملية، عملية فادي واحد واثنين، زاد المدى إلى تقريبا 50 كيلومتر. فهذا يعني ما بعد الجليل وحيفا والناصر، الأهداف الأخيرة لفادي واحد وفادي اثنين في داخل حيفا ومساحات 50 و60 كيلومتر. أحسنت، فبالتالي الآن نحن أمام عدد متزايد. يعني كان العدد 250، الآن أصبح العدد 500 ألف. طيب هذه حقيقة تنقلب بشكل عكسي على نتنياهو. هذه نقطة مهمة. خليني أنتقل بها لي أستاذ سمير، وأتساءل عن أهمية الأهداف اليوم اللي استهدفها حزب الله يوم أمس وقبلها، بالنسبة لأهداف صواريخ فادي واحد وفادي اثنين بالإضافة إلى صواريخ الكاتيوشا، لأي درجة هذه الأهداف مهمة عند الكيان حتى يكون حجم الرد بهذه الطريقة الوحشية؟
استاذ سمير اذا يسمعني. ننتظر اصلاح هذا الخلل مع استاذ سمير. انقل لك السؤال استاذ صباح، ونتساءل عن اهميه هذه الاهداف بالنسبه لصواريخ حزب الله. رجع استاذ سمير مره ثانيه، نرجع وياه. استاذ سمير صوت واضح عندك؟ نعم نعم الصوت واضح. استاذ سمير تساءلنا عن اهميه الاهداف بالنسبه لصواريخ حزب الله الاخيره، اهميه هذه الاهداف بالنسبه للكيان الصهيوني خصوصا، واحنا ذكرنا بها الحوار انه هذه الاهداف في حيفا وما بعد حيفا. نعم، اول بدايه عفوا على انقطاع الاتصال. فيما يتعلق بالاهداف التي استهدفها حزب الله، انا لا اتحدث تحديدا حول يوم قبل يومين، وانما قبل نحو 20 يوما عندما استهدف حزب الله حقيقه ردا على اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر، استهدف حزب الله قاعدة خاصة للموساد، وهي قاعدة تسمى 8200 أو 82 صفرين. في تلك الاستهدافات التي حقيقة خلفت الكثير من الخسائر، وكان هناك تعتيم من قبل الكيان الإسرائيلي على خسائر هذه الوحدة، وحدة 82 صفرين. فيما يتعلق هذا اولا، فيما يتعلق بالاستهدافات التي حصلت قبل يومين، يوم امس يعني بالتحديد، اولا حزب الله استهدف لاول مره قاعده رامات دايفيد. هذه القاعده محصنه وتبعد اكثر من 50 كيلومترا تقريبا عن الحدود فلسطين المحتله. الموضوع الاخر، حزب الله استهدف جنوب حيفا، يعني ما بعد حيفا، في بهذه الصواريخ، صواريخ فادي واحد وصواريخ فادي اثنين. أنا أشرت في بداية حديثي حول موضوع قواعد الاشتباكات، قواعد الاشتباك التي جرت لحد قبل يومين بين حزب الله وبين الكيان الإسرائيلي، كان في إطار المناوشات والاستهدافات الحدودية أو 20 أو 30 كيلومتر داخل الحدود. ولكن نظرا لما حصل اليوم حقيقة، وايضا نظرا لمجزره البيجر، وايضا موضوع هو اساسا استاذ سمير، الكيان ملتزم بهذه القواعد، هناك سيكون بقواعد الاشتباك، يعني اللي صار اليوم ابدا، يعني مو ضمن قواعد الاشتباك المدنيين اللي ببيوتهم وبعماراتهم، ما اعتقد هم بمنطقه اشتباك او بمساحه حرب مع الكيان. نعم نعم نعم، بكل تاكيد انا اتحدث عن حزب الله. حزب الله كان يراعي قواعد الاشتباك، لكن اليوم ما حصل حقيقة، هذا الاستهداف الهمجي لحد الآن نحو 280 شهيدا، هذا بكل تأكيد سيعني تغيير قواعد الاشتباك من قبل حزب الله. من اليوم فصاعدا حزب الله بالتأكيد لن يكتفي باستخدام صواريخ الكاتيوشا، سيستخدم صواريخ متوسطة المدى وبعيدة المدى. صواريخ حزب الله هذه حسب المعلومات بإمكانها أن تصل إلى ميناء إيليات أكثر من 300 كيلومتر، وحزب الله أنا برأيي سيكشف عن مفاجآت بكل تأكيد. هذا أولا. الموضوع الثاني، السيد حسن نصر الله قبل ثلاثة أيام، عندما ثلاثة أو أربعة أيام، عندما تحدث حول مزرعة البيجر، تحدى الكيان الإسرائيلي، قال بأن سكان المستوطنون في شمال الكيان الإسرائيلي لن يعودوا إلى الكيان دون وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهذا تحدي واضح كان من قبل السماحة السيد حسن نصر الله. الموضوع الثاني، السيد حسن نصر الله أكد بأن المقاومة اللبنانية ستواصل استهداف قواعد ومقرات الكيان الإسرائيلي لطالما هناك عدوان على قطاع غزة. وهذا اللي متحقق أستاذ سمير لغاية هذه اللحظات، وإحنا نسمع توصلنا بعض الأخبار العاجلة أنه الغارات حاليا موجودة في القواعد بالنسبة للكيان الصهيوني. القاعدة الأخيرة اللي تم استهدافها قاعدة رامات ديفيد وغيرها من القواعد العسكرية بالنسبة للكيان، الآن فيها غارات. نعم بكل تأكيد بكل تأكيد، وهذه الصواريخ ستستمر في الانطلاق نحو هذه القواعد. هذا أولا. الموضوع الثاني، نعم، والمهم بالنسبة لحزب الله موضوع المدنيين، واليوم الكيان الإسرائيلي طبعا قبله كان، ولكن اليوم بشكل واضح وهستيري وهمجي، يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء.
بالتاكيد الان هو بدا وهذا يعتبر هذا ممكن يعتبر الكيان استاذ سمير هذا رد على حزب الله وعلى هذه الاستهدافات. ارجع لك في هذه النقطه نقطه المدريد، لكن استاذ صباح هل هذا مبرر للكيان اليوم وان كانت هي حرب واستهداف مناطق عسكريه واستهداف قواعد وايضا حزب الله اجرى سلسله اغتيالات واجهزه البيجر وغيرها من العمليات بالجنوب اللبناني، فبالتالي هذا مبرر لاستهداف المدنيين؟ يعني الكيان الصهيوني هو يكسر قواعد الاشتباك. يعني عندما نتحدث عن عمليات حزب الله نجد بانه هو يختار المقرات العسكريه، الابراج المراقبه، القواعد العسكريه، يعني قاعده غاليلوت اللي هو يعبر عنها 8200، قاعده رامات، قاعده رافيل. يعني لا نجد في بيانات حزب الله في استخدام صواريخ والطائرات المسيرة الانقضاضية استهداف مثلا عديد من المدنيين أو إن كان حتى المستوطنين، لكن نجد بأن الكيان الصهيوني هو لا يحترم القوانين الدولية. شنو يريد الكيان من استهداف المدنيين؟ يعني أعتقد هو يحاول يستهدف الحاضنة الاجتماعية لحزب الله أو الحاضنة الاجتماعية للمقاومة، فبالتالي هي عملية تأليب على حزب الله، وهذا ما حدث في 2006 في حرب تموز اللي هو استمرت شهر. انا اعتقد كانت هنالك محاولات بكل الاحوال. انا اعتقد الان ردود الافعال الشعبيه نجد بان هنالك تفاعلا ايجابيا، بل نجد هنالك تحدي من قبل ابناء الشعب اللبناني. هذا دليل بان الحاضنه الاجتماعيه لحزب الله هي مستقره وهي ملتفة ومتفاعلة ومتعاطفة مع حزب الله في الدفاع عن لبنان. اليوم نشوف كل لبنان متفاعلة مع القضية ومتفاعلة مع دور حزب الله ومؤيدة لهذا الدور. يعني حتى البيانات هم يعترفون بأنه البيانات تغيرت في حزب الله. يعني مساندة الشعب الفلسطيني وكذلك يعني هو نصرة لدماء أبناء الشعب لبنان. يعني هنالك مطلبين من خلال استهداف القواعد الكيان الصهيوني بكل الأحوال. يعني عندما نجد هنالك قضية الخسائر، نجد حزب الله هو يعلن عن خسائر المدنيين، وحضرتك تفضلت بأنه 274 بالإضافة للأعداد الكبيرة من الجرحى، لكن الكيان الصهيوني هو لم يعلن عن خسائره في آلة العسكرية، وهذا هو يستخدم أسلوب التعتيم الإعلامي. يعني في 7 من أكتوبر طوفان الأقصى كان هناك خسائر فادحة وغير مسبوقة للكيان الصهيوني على مدى 70 سنة من 48 لحد الآن، وهذا حديث يعني رجال الميدان أو الخبراء العسكريين فيما يخص. يعني لم يقدم خسائر بهذا العدد الكبير جدا، هو حاول أن يستخدم أسلوب التمويه الإعلامي لكن ما استطاع. هنالك أوامر بداخل الكيان الصهيوني بعدم نشر أي مقطع أو أي صور فيما يخص التفجيرات أو الاستهدافات. يعني هذا دليل بأن الكيان الصهيوني هو يستخدم أسلوب التعتيم الإعلامي. وأي منصة وهذا إعلامية دولية خارجية ما مؤيدة لخطاب نتنياهو تبث يتم مهاجمتها، وآخر ما تم مهاجمتها مكتب الجزيرة. مكتب الجزيرة وقبلها يعني استهداف الصحفيين. يعني حتى يعني المنظمات الأممية نددت بالدفاع عن حقوق الصحفيين بأنه يعني تجاوز العدد أكثر من 200 من الصحفيين، فبالتالي هو يستخدم هذا الأسلوب. يعني عندما يجد كاميرا ومراسل يعني يعتبر هذا الموضوع هو كشف لجرائم الكيان الصهيوني، وهذا ما يسعى الكيان. وأنا أعتقد الآن الإعلام العالمي كان في بداية طوفان الأقصى كان هنالك تعتيم وهنالك عملية لصق الأكاذيب فيما يخص قضية حماس. هي محاولة شيطنة حماس ووصفها بأنه هي هجوم إرهابي. الآن تغيرت المعادلة، المظاهرات في داخل الكيان والمظاهرات في أمريكا وبريطانيا والدول في الأوروبية في كل العالم، في كل العالم الآن أصبحت القضية الفلسطينية قضية رأي عام عالمي. الآن مجلس الأمن الدولي يجتمع، هنالك دعوة من قبل جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولي، هنالك مذكرات قبض بحق نتنياهو ومجلس الحرب. لذلك الكيان الصهيوني هذه قضية أصبحت أكبر، يحاول أن يضعف أي جبهة مناصرة للقضية الفلسطينية. لذلك أستاذ سمير نتساءل اليوم لأي درجة جبهة الجنوب اللبناني الشمال بالنسبة للكيان الصهيوني أثرت وأضعفت الكيان وخلتها يكون بهذه الوحشية من الرد واستهداف المدنيين بهذه القوة.
لاحظوا الهدف من هذه الغارات الوحشية والهستيرية هو أولا أن يندم الشعب اللبناني والحاضنة للمقاومة على ولائها لحزب الله. الهدف واضح، ومن هذا المطلق نحن نفهم لماذا الكيان الإسرائيلي يستهدف الطرق، يستهدف البناء التحتية، يستهدف محطات الكهرباء. هذا كما حصل في عام 2006 حرب تموز التي استمرت 33 يوما. الكيان الإسرائيلي يعلم جيدا بأنه لن يستطيع أن يقضي على المقاومة، وخير شاهد ودليل ما حصل في قطاع غزة. بعد ما يقارب من عام لم يستطع لا القضاء على حركة حماس ولا تحرير أسراه باستخدام القوة العسكرية، فما بالك بلبنان؟ لبنان غير محاصر وغزة محاصرة منذ 17 عاما. وهناك حاضنة وقواعد شعبية واسعة بالنسبة للمقاومة. دور الجنوب اللبناني أستاذ سمير اليوم، دور الجنوب اللبناني عن حرب المفتوحة يوازي عمليات حماس في المناطق الفلسطينية المحتلة كتأثير على الكيان الصهيوني؟ أكثر، أنا برأيي أكثر من ذلك حقيقة. يعني عندما يستهدف حزب الله ما بعد حيفاء، يعني هذا ما هد وعد به السيد حسن نصر الله قبل ما يقارب 17 عاما، ليس اليوم، ولكن في خلال هذه المناوشات، وهي أكرر كانت ضمن قواعد الاشتباكات المتبعة منذ 8 أكتوبر، حزب الله استهدف ما بعد حيفاء. وبالتأكيد في الأيام القادمة وربما في الساعات القادمة حزب الله سيستهدف عمق الكيان الإسرائيلي، وهذه الغارات الهستيرية بالنسبة للكيان الإسرائيلي بالنسبة لحزب الله لن تمر مرور الكرام. بالتأكيد سيكون هناك رد واسع من قبل المقاومة الإسلامية في لبنان، هذا أولا. الموضوع المهم الثاني بالنسبة للكيان الإسرائيلي هو حقيقة خلال الأسبوعين الماضيين حصل النوع من ثبات في قطاع غزة. يعني لا نعرف هل هناك تكتيك أو استراتيجية خاصة للمقاومة الفلسطينية أم لا. الكيان الإسرائيلي يرى بأن الآن الوقت متاحا ومناسبا لشن هجوم واسع على لبنان، ولكن يجب أن نتذكر قبل 4 أيام السماحة السيد حسن نصر الله أكد بأن المقاومة ترحب بمجيء القوات الإسرائيلية بريا إلى جنوب لبنان. لأن حزب الله يعلم جيدا بأن هناك حاضنة واسعة للمقاومة في هذه المناطق، وهذا هذا يفسر عن استعداد حزب الله لهذه الأعداد اللي ممكن تكون متزايدة في هذه الحاضنات اللي أشرت لها. أستاذ صباح، مهما يكون وما نقدر احنا اليوم نقلل من دور حزب الله، لكن يبقى حزب الله في كفة مثل ما نقول، والكيان الصهيوني وداعمي وأمريكا والدول الغربية داعم أكبر للكيان الصهيوني. فإلى أي درجة وإلى أي مرحلة قادر اليوم حزب الله يستمر في هذه الحرب مع الكيان الصهيوني؟ مثل ما أشوف أكو عملية وأكو رد على العملية. يعني أنا بتصوري بأن وحدة الساحات له دور كبير جدا في تعزيز دور المقاومة وكذلك في إسناد كل المحاور. يعني محور حزب الله هو جزء من محاور الفصائل المقاومة أو محور المقاومة بين قوسين، وعندما نتحدث عن محور المقاومة أو وحدة الساحات نجد بأن هذه الحرب ليس على حزب الله فقط وإنما على محور المقاومة، وهذا ما دفع يعني أغلب قادة المقاومة في لبنان في العراق وفي اليمن في إعلان مساندتها في بيانات وتقديم كل الإمكانيات. هذا تعدى ذلك الآن. يعني ما نتحدث لابد أن نشير إلى بيان المرجعية الدينية المتمثلة بمرجعية السيد علي السيستاني دام ظله. يعني هذه المواقف المشرفة، يعني قرأت قبل ساعة هنالك بيان يدعو إلى إيقاف العدوان الكيان الإسرائيلي بكل الإمكانيات وكذلك تقديم المساعدات للشعب اللبناني. هذا جانب التعاطف. انا اعتقد هذا البيان هو قد يذهب باتجاه بانه هو شبيه بفتوى الجهاد الكفائي. انا اعتقد هذا البيان هو دعم لمحور المقاومه في مواجهه الكيان الصهيوني. فبالتالي خلال هذه المرحله نعم انا اعتقد هذا ترجمه هذا يعني هذا البيان بان على الامه الاسلاميه وليس على محور المقاومه بالمناسبه
وبشكل خاص على الدول العربية أن كشعوبا وحكام أن يساعدون أبناء الشعب اللبناني والفلسطيني سواء. فبالتالي أنا أعتقد هذه هي فتوى جهاد ضد الكيان الصهيوني. يعني عندما نقرأ هكذا نجعل مفاضلة، يعني هل هنالك فرق ما بين داعش وما بين الكيان الصهيوني؟ داعش تقتل المدنيين وتذبح وتقتل أبناء الأمة الإسلامية، والكيان الصهيوني نعم وهو داعش وصنيعة أمريكية. الكيان الصهيوني الآن هو من مدعوم من قبل الولايات المتحدة ودول الغربية ودول التطبيع، هكذا نقول حتى نقول بصراحة. إذن هل هنالك أكثر إيلاماً وعدواناً للأمة الإسلامية وللإنسانية هكذا أقول أكثر من الكيان الصهيوني؟ فأنا أعتقد هذا البيان هو المقاومة العراقية واضح لجهاد فتوى الجهاد الكفائي ضد الكيان الصهيوني وضد جرائمه. طيب المقاومة العراقية موجودة من اليوم الأول بطوفان الأقصى وعملياتها مستمرة إلى الكيان وبداخل الكيان، وحتى قبل يومين صواريخ الأرقب بالنسبة للمقاومة العراقية ضربت أهداف مهمة في غور الأردن وغيرها من المناطق التابعة للكيان الصهيوني. بعد هذا البيان نتوقع تصعيد أكثر من المقاومة العراقية؟ أنا أعتقد هذا البيان سوف يغير المعادلة كما غير المعادلة. بأي طريقة؟ كما غير معادلة المواجهة مع داعش بعد أن كان الرهان أن تستمر 30 سنة أصبحت 3 سنوات. أنا أعتقد الآن تغيرت المعادلة. يعني مثل ما تعرف بأنه مرجعية السيد السيستاني يعني تقريبا أكثر العالم هم حقيقة يتبعون مرجعية السيد علي السيستاني، هذه الدول الإسلامية. فبالتالي أنا أعتقد هذه الفتوى الجهاد الكفائي هي دعوة لمساندة أبناء شعب لبنان وفلسطين. فبالتالي الآن التكليف يحتم على كل من يسمع هذا البيان أن يجيب دعوة المرجعية السيد السيستاني في إيقاف هذا العدوان. وماذا يعني وقف العدوان؟ هي مواجهة الكيان الصهيوني بكل الإمكانيات وبكل ما تمتلك الأمة الإسلامية من إمكانيات في إسناد في مساعدة أبناء الشعب الفلسطيني واللبناني. لأن راح يغادرنا بوقت قصير. أستاذ سمير قبل أن تغادرنا أنقل لك سؤال وطرح أستاذ صباح اليوم، ما هو المطلوب من باقي الجبهات في هذه المعركة في هذا التوقيت بالذات، وإن كان حاليا الهدف الأول بالنسبة للكيان الصهيوني بالإضافة إلى المناطق المحتلة في فلسطين هو حزب الله وجبهة حزب الله؟ نعم بكل تأكيد، يعني هناك مصطلح مهم، وحدة الساحات. ومحور المقاومة منذ 7 أكتوبر حقيقة دخل بكل قوة على هذا على خط المواجهة مع الكيان الإسرائيلي المقاومة الإسلامية في العراق. وهناك المسيرات، هذه المقاومة مسيرات الأرفد وصواريخ الأرقب هي مستمرة في دك عمق الكيان الإسرائيلي، الصواريخ اليمنية والمسيرات اليمنية. وأيضا هناك حقيقة سيكون إسناد الآن بالعكس من قبل المقاومة الفلسطينية في غزة، هذا على المستوى العسكري. ولكن على المستوى السياسي لبنان بالنهاية بلد مستقل، وهذا على عدوان على لبنان أيضا، وبالتأكيد سيكون هناك دعم سياسي للبنانيين وأيضا للمقاومة. والموضوع الثالث هو الداخل اللبناني. يعني حقيقة ما حصل من مجزرة البيجر أثبت بأن هناك التفاف للشعب اللبناني حول المقاومة، يعني أكثر الشعب اللبناني يؤيدون خيار المقاومة. فأنا أرى بأن سيكون هناك يعني منذ الأيام القادمة سيكون هناك تصعيد كبير من قبل محور المقاومة، حركات المقاومة، الدول التابعة لمحور المقاومة في مواجهة الكيان الإسرائيلي. وبالتأكيد هذا أضافة إلى ذلك بأن ستكون هناك مفاجآت بكل تأكيد بالنسبة لحزب الله سيكشف عنها بالتأكيد خلال الأيام القادمة. نعم، أنا أشكرك الأستاذ سمير شوهاني لانضمامك لنا خلال هذا الجزء الأول من التغطية، لالتزامك بموعد ثاني انضمنا عبر سكايب من طهران. شكرا جزيلا لتواجدك. أرجع لك مرة ثانية أستاذ صباح، اليوم إذا نحكي عن عمليات المقاومة العراقية بشكل أكبر وباقي الجبهات بالنسبة للجبهة اليمنية والجبهة العراقية وحتى ممكن اللبنانية اللي هي مشاركة حاليا بهذه العمليات بقوة، هل أنه راح تكون من مواقع عملها، من مواقع تواجدها؟ هل أنه العمليات العراقية تكون عملياتها من منطقتها من العراق من اليمن، أم أنه راح تكون الساحة ساحة واحدة وهي الجنوب اللبناني بالنسبة للشمال الكيان الصهيوني؟
يعني هذه دائرة المواجهة حقيقة هو ترجعنا ما حدث في سوريا، يعني عندما دخلت المجاميع الإرهابية من قبل داعميها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية في إسقاط سوريا في فك الإرهاب، وامتد هذا يعني هذا العدوان من قبل داعش إلى الأراضي العراقية في 2014. يعني فبالتالي أنا أعتقد الآن يعني سوف يشهد لبنان إذا ما حدثت مواجهة أو تصعيد من قبل الكيان الصهيوني، سوف نجد بأن هنالك جبهات إسناد من قبل يعني محور المقاومة. يعني المقاومة العراقية هي أعلنت جهوزيتها، وأحد قادة الفصائل المقاومة قال نحن تحت أمرة السيد حسن نصر الله. فبالتالي يعني تقديم وعرض كل إمكانياتهم التي ممكن يحتاجها حزب الله جانب الإسناد. الآن يعني قراءتنا الميدانية بأنه الفصائل المقاومة العراقية يمتلكون الإمكانيات الكبيرة التي ممكن أن تكون لها التأثير الأكبر في الصراع مع الكيان الصهيوني وفي دائرة الميدان والمواجهة. طيب كذلك اليمن أنا أعتقد نفس الموقف. اليمن عملياتها مستمرة. نعم. وغيروا خارطة العالم الاقتصادية بفضل جهودهم ومقاومتهم. طبعا يعني هذا التأثير، يعني عندما نتحدث عن الخنق الاقتصادي للكيان الصهيوني أغلب الموانئ الكيان الصهيوني توقفت. نعم. يعني مثلا ميناء حيفا شبه متوقف، وهذا يعني نقل معلومات، يعني قطع البحر الأحمر بشكل كامل على الكيان الصهيوني. يعني هذا هنالك قراءات من داخل الكيان الصهيوني، يعني الشركات يعني تقريبا هنالك إحصائية 450 ألف شركة في الكيان الصهيوني أغلقت، والعدد في تزايد ممكن يصل إلى 60 ألف. يعني الوضع الآن متأزم بشكل كبير داخل الكيان الصهيوني. الملاجئ يعني ممتلئة بشكل كبير جدا. هذه العمليات راح تغير هذا الوضع؟ يعني أنا أعتقد أن دائرة الضغط بدأت، يعني طوق الخنق على الكيان الصهيوني بدأ، يعني بدأ يحاول الكيان يفك هذا الخنق من خلال استهداف المدنيين اليوم. يعني الآن أنا أعتقد هي يعني عندما يقول الشيخ نعيم قاسم بأنه دائرة الحساب المفتوح. نعم. يعني أنا أعتقد الآن يعني هو يطبق قاعدة ونظرية إلهية، إذا عوقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني هو عندما يستخدم الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين. نعم. أنا أعتقد سوف يكون هنالك يعني حجة شرعية أمام حزب الله وخير في استهداف المستوطنين. الغارات الموجودة حاليا في حيفا هذا جانب المستوطنات بالنسبة لي الكيان الصهيوني. نعم. أرجع لك مرة ثانية أستاذ صباح، نروح إلى فاصل قصير من تعزية سماحة الشيخ الدكتور همام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إلى الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله بعد الأحداث الأخيرة، وبعدها نعود. رحب بكم مرة ثانية، وينضم لنا في هذه التغطية كذلك الأستاذ حسين سلامة الباحث في الشأن السياسي من لبنان عبر سكايب. رحب بك أستاذ حسين، ونقدم التعازي بالتأكيد لكل الشعب اللبناني، الرحمة والغفران بالتأكيد إن شاء الله للشهداء، وأمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى. ونسألك من موقع أقرب بالنسبة للأحداث الحالية عن الأوضاع حاليا في الجنوب اللبناني. أنا الأوضاع صعبة جدا ومؤلمة جدا، هناك عدد كبير من الشهداء فاق 260 شهيد، وحوالي 1125 جريح، خسائر كبيرة، بيوت مهدمة ونزوح الناس. يعني هذا ما أراد نتنياهو أن يفعله، هو أن يخلي الجنوب وينزح الجنوبيون عن مناطقهم،
ويريد ربما يريد أن يجر حزب الله إلى التفاوض على موضوع الأمن في شمال إسرائيل وعلى الشروط اللي طرحتها إسرائيل وهي مرفوضة من حزب الله. وبطبيعة الحال المقاومة الإسلامية في لبنان لا تقيم اعتبار للشروط الإسرائيلية ولا للحيل الإسرائيلية ولا لهذا. ما هو موقف الأهالي أستاذ حسين بعد كل هذه العمليات والمجازر المرتكبة بحق الشعب اللبناني من قبل الكيان الصهيوني؟ ما سمعت أول سؤال وحدة. أسألك عن موقف الأهالي اليوم، الشعب اللبناني ما هو موقفه تجاه الكيان الصهيوني؟ الأهالي يعني نحن نتحدث عن بيئة حزب الله حتى الآن، يعني هي البيئة المعنية في عمليات القصف والأضرار. هؤلاء صابرون، يزيحون أو ينحدون عن الأخطار، ينزحون إلى أماكن أخرى، ولكن سلاحهم الصبر وصبر الجلل القوي، وهم يعني صامدون في قراراتهم، صامدون في معتقدهم، صامدون في دعمهم. والمقاومة لا تقصر في الحقيقة، وهي يعني تقوم بالواجب مع إسرائيل، ووسعت إلى مسافة يعني 150 كيلو 120 كيلو متر داخل إسرائيل. قصفت مناطق مستوطنات إسرائيلية على حدود الضفة الغربية، يعني في آخر الجنوب الإسرائيلي، وهذا يعني بصواريخ ثقيلة جدا، وفي عندهم خسائر أكيد. هم قادرون أكثر مننا على إلحاق الخسائر، أولا لأنه ليس لديهم أخلاق، يضربون الناس في بيوتهم، المدنيين في الطرقات، نحن نضرب المناطق العسكرية والمراكز العسكرية، و يعني نتمسك. العمليات مستمرة من قبل الكيان الصهيوني أستاذ حسين؟ نعم، العمليات مستمرة لغاية هذه اللحظة؟ طبعا العمليات مستمرة، قصف الصواريخ، صليات الصواريخ تخرج بشكل متواصل تقريبا، يعني طبعا ضمن خطة فيها احتياطات أمنية وإرباك عسكري للإسرائيليين. طبعا هذه الأمور ما زالت مستمرة. الآن في قصف يعني في مناطق متفرقة في لبنان، الآن يعني قبل دقائق كان في غارات طيران حربي على بعض المناطق. نعم استاذ حسين، ارجع لك مره ثانيه. استاذ صباح، بهذه الاوضاع وذكرنا احنا الجانب الامريكي اكثر من مره خلال هذه التغطيه باعتباره الداعم الاكبر للكيان الصهيوني، اليوم الامريكان يحكون عن دور بتخفيف المعركه وايقاف اطلاق النار، وبلينكن يسوي جولات، والمبعوث الامريكي يزور لبنان قبل فتره. اليوم الدور الامريكي فعلا يحاول ايقاف هذه المعركه وايقاف اطلاق النار سواء في غزه وباقي المدن المحتله وارتداداتها في باقي الدول، أم أنه هذا فقط للإعلام وتسويق إعلامي؟ يعني بلا شك ثبتت التجربة بأن الولايات المتحدة الأمريكية هو الساند والدعم الأكبر في دعم الكيان الصهيوني في جهنم، فبالتالي هو المشترك الثاني في هذه المجزرة المروعة التي حدثت في غزة والآن تحدث في لبنان. يعني علينا أن ننظر بواقعية بأن هذه التصريحات الأمريكية هي للتضليل أو للتسويق الإعلامي. بكل الأحوال الولايات المتحدة هي داعمة، حتى في قضية عملية تفجيرات أجهزة البيجر، يعني رصدت طائرات تجسس مسيرة أمريكية فوق منطقة بيروت حتى في جنوب لبنان. وبالتالي هو يعلن بأن عدم علمه بهذه العملية، لكن بالواقع الولايات المتحدة الأمريكية هي الساند الأكبر للكيان الصهيوني. هنالك قراءات ميدانية بأنه الكيان الصهيوني لو حقيقة استغنى عن الدعم الأمريكي والأوروبي لن يصمد أكثر من 24 ساعة إذا كانت هنالك مواجهة
يعني مباشرة ما بينه وما بين محور المقاومة. إذا الآن استمرار وتمادي الكيان الصهيوني في جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي لبنان، أنا أعتقد دعم الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. رغم المعارضة الشعبية الأمريكية لهذا الدعم. نعم، الطائرات الأمريكية F-16 F-35، الصواريخ الأمريكية هي أول منظومة الدفاع باتريوت وغيرها، لمن كلها تستخدم لخدمة الكيان. أستاذ، أمريكا هي اللي داعم، هو المتورط في هذه الجريمة. نعم أستاذ حسين، إذا نتساءل عن زيارة المبعوث الأمريكي هوكستن قبل فترة إلى لبنان، هل كانت هذه الزيارة هي زيارة تحذيرية من قادم الأيام وتحذير لجبهة لبنان الجنوبية في الدخول أكثر بالمعركة ضد الكيان الصهيوني؟ هوكستن هو جزء من الإدارة الأمريكية التي يعني تقوم على نظام، هذا النظام مبدأه النفاق والكذب. الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها تريد إطلاق نار في غزة، وفي المقابل تقول لإسرائيل لك الحق في الدفاع عن نفس. إسرائيل تفجر 5000 جهاز تقني من بيجر ولاسلكي اتصالات، وهذا يندرج عند الأمريكيين تحت بند دفاع عن نفس. ليس لهم قيم ولا أخلاق. هذه دولة، دولة نفاق. يقولون لإسرائيل، يقولون للعالم، يقولون للعالم إنه نريد وقف إطلاق نار، إنه نريد إسرائيل، لإسرائيل بالعلن إنه يعني خلوا باب الدبلوماسية سالك ومفتوح، وفي من جهة أخرى تزود إسرائيل بأعتى أنواع الأسلحة الفتاكة في العالم. يعني إسرائيل اليوم تستخدم في لبنان قنابل زنة 2 طن، قنابل زنة 2 طن في بعض المواقع. هذه شو أنت يعني؟ هذه من الولايات المتحدة الأمريكية، وكل التقنية الإسرائيلية من أمريكا، وأمريكا تدعي إنه هي تريد حلول، وفي الوقت نفسه تريد أن تبقى إسرائيل قوية وأن تنتصر إسرائيل في معاركها في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، أن تنتصر هذه المجموعة المجرمة، هذه العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة على هذه الشعوب، لتبقى حارسة على مصالح أمريكا في ابتزاز هذه الشعوب ومصادرة ونهب ثرواتها. نعم أستاذ، المعادن إلى السيليكون، كل هذه الأمور، وتريد أن تبقى إسرائيل الشرطي الأساسي ومقر عسكري لها في المنطقة لحماية المصالح، حماية المصالح الأمريكية بالتأكيد بكل هذه المنطقة. نعم أستاذ صباح، إذا نتساءل اليوم لأين تتجه المعركة، لأي منطقة تتجه هذه المعركة، خصوصا بعد هذه العمليات الأخيرة، وحزب الله مستمر في عملياته داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي نتوقع أن يكون رد أقوى من قبل حزب الله، وفي حالة رد أكيد راح تكون المعركة في نطاق أوسع ومدى أكبر. يعني الآن قواعد الاشتباك ثبتت بين الضربة بالضربة، وبالتالي يعني نتنياهو قبل دقائق هو صرح بأنه نحن بانتظار أيام عصيبة، وهذا اعتراف واضح بأن نتنياهو يمر بأيام عصيبة وكبيرة بعد تنامي وكذلك كشف حزب الله عن قدرته الصاروخية. يعني الآن بدأ حقيقة الحرب الحقيقية أمام الكيان الصهيوني، فبالتالي ما الذي سوف يفعل؟ هذا جانب. الجانب الآخر، يعني هو كان يراهن على إضعاف حزب الله، لكن هو تفاجأ بهذه القدرة الصاروخية اللي وصلت مدياتها إلى أكثر من 50 كيلومتر. يعني عندما نتحدث ونقول بأن قاعدة رامات هذه هي تبعد أكثر من يعني في شمال الجليل، وهي تبعد أكثر من 50 كيلومتر. هذا جانب. يعني نعلم جيدا بأن مساحة الكيان الصهيوني أو فلسطين المحتلة كما نقول هي 20,000 كيلومتر. الآن الصواريخ وصلت إلى منتصف،
وهذا هنالك اعتراف من قبل الكيان الصهيوني بأن حزب الله يمتلك صواريخ بالستية تصل إلى تقريبا 300 كيلومتر. إذن هذه 300 كيلومتر يحاول تكون عند عمليات استباقية حتى تل أبيب، يعني تصل إلى صحراء النقب، تصل إلى المناطق جنوب الكيان الصهيوني. فالكيان يحاول يهاجم حزب الله كإجراءات استباقية قبل أنه يعني تستخدم هذه الصواريخ. يعني هو يحاول حقيقة بأنه يثبت بأنه قدرته هو الصواريخ، صواريخ الكيان الصهيوني أو طائراته أو تفجيراته لا تحسم معركة. المعركة تحسم من خلال المواجهة أو الحرب البرية. هو جرب حزب الله في 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 2006 في تموز، وكان هنالك خسائر كبيرة من قبل الكيان الصهيوني، بل تعدى ذلك بأنه حصل على أسرى من قبل الكيان الصهيوني. ونتذكر قرار مجلس الأمن الدولي بوقت قرار 1701. هكذا هو يقول سيد حسن نصر الله: نتمنى الكيان الصهيوني أن يأتينا بحرب شاملة كان تكون بمواجهة برية. هو أشار يعني أحد القادة العسكريين أشار بفرض الحزام الأمني. الحزام الأمني هو عملية اقتحام لجنوب لبنان، هذا حقيقة سوف يفتح دائرة المواجهة. الآن المواجهة هي غير مباشرة بالصواريخ بالمسيرات، هنالك قصف من قبل الكيان الصهيوني، لكن المعادلة اختلفت الآن، هنالك تصعيد، فبالتالي الآن صعد بطريقة غير مبررة باستهداف المدنيين. أستاذ حسين، إذا نتساءل من خلال متابعتك منذ بداية طوفان الأقصى إلى اليوم، شنو اللي حقق الكيان من هذه الحرب؟ هل هناك رؤية استراتيجية واضحة بالنسبة للكيان تم تحقيق جزء من عدها خلال هذه السنة تقريبا؟ أريد أن أقول أولا أن إسرائيل أغارت في هذه اللحظات على منطقة حي ماضي ببيروت في الضاحية الجنوبية. يعني لن نعرف بعد تفاصيل النتائج، ولكن هم يدعون أنها عملية اغتيال. أعود إلى سؤالك يا صديقي. إسرائيل حققت الكثير، يعني أبادت، عملت إبادة جماعية للبشر في قطاع غزة، وتواصل ذلك في الضفة الغربية، دمرت مباني وبنى تحتية، وجرفت أراضي كثيرة في غزة طبعا، وهي تقوم بنفس العمل ابتداء من أمس، تقوم بقصف في لبنان وتدمير وقتل في لبنان. هذا معظم ما حققته إسرائيل. أما بالنسبة للأهداف الأساسية التي أعلنتها أو أعلنت خروجها إلى الحرب من أجل تحقيقها، فهي لم تحقق أي هدف، لم تستطع أن تعيد الأسرى، لا بل قتلت جزء كبير منهم، لم تستطع أن توقف إطلاق الصواريخ من غزة، لا بل أن حتى اليوم المقاومة الإسلامية في غزة، حماس وجهاد وغيرها ومن الفصائل، يقومون بعمليات على الجيش الإسرائيلي في القطاع، لم تستطع أن تقضي على حماس. وكل المفكرين في إسرائيل وخارج إسرائيل قالوا لنتنياهو أنك لن تستطيع إنهاء حماس، مش ممكن، يعني هذا مستحيل. حماس ليست فكرة فقط، هي فكرة وشعب ومقاومة. فبالتالي هذا أستاذ حسين، هذا الضياع بالنسبة لنتنياهو وبالنسبة للكيان الصهيوني ممكن يؤشر إلى ارتكاب مجازر قادمة أيضا بحق المدنيين، سواء في الجنوب اللبناني أو في باقي المدن الفلسطينية المحتلة أو في أي جبهة من جبهات المقاومة. توقع منه كل شيء في لبنان وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي سوريا. توقع من هذا العدو، أنا أقول لك يعني حقيقة هذه عصابة، عصابة مجرمة تحكم في فلسطين المحتلة تحت مسمى دولة. لكن إن شاء الله أبناء المقاومة وجبهات المقاومة بالمرصاد لهذه العصابة. أنا أشكرك الأستاذ حسين السلامي الباحث في الشأن السياسي عبر سكايب من بيروت، وكذلك أشكر الأستاذ سمير شوهاني اللي انضم لنا عبر سكايب من طهران في الجزء الأول من هذه التغطية. الشكر كذلك الأستاذ صباح العقيلي الباحث في الشأن السياسي وعضو مركز الهدف للتحليل الاستراتيجي.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نكرر دائما تمنياتنا بالشفاء للجرحى في الجنوب اللبناني وكل المدن الفلسطينية المحتلة، والرحمة والغفران إن شاء الله للشهداء، شهداء الاعتداءات الكيان الصهيوني المستمرة على المدن الفلسطينية وعلى الجنوب اللبناني في هذه اللحظات المستمرة منذ صباح هذا اليوم إلى غاية هذه اللحظة، وأعداد الشهداء والجرحى والنازحين بتزايد مستمر. نلتقيكم إن شاء الله في تغطيات أخرى. في أمان الله.